النهارده هيتم اطلاق مبادره فحص المقبلين على الزواج. هيتم من خلال هذه المبادره اجراء التحاليل الطبيه اللازمه، وبطبيعه الحال زي ما تم الاعلان هذه النتائج ستكون سريه للطرفين ومؤمنه بشكل كامل. حقيقي يا مصطفى، يعني التحاليل دي مهمه جدا، ده عشان يعني فردين يطمئنوا على سلامة الأسرة وسلامة إنجاب أبناء، يكونوا أصحاء وما يكونش عندهم أي مشاكل أو أمراض وراثية يمكن إحنا ما نكونش عارفين إن دي ممكن أو الأمراض دي في الجينات. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. شكرا لك دكتور، أهلا بحضرتك. دكتور، أين سيتم توفير أماكن فحص المقبلين على الزواج؟ يتم التوفير في المرحلة الأولى في أكثر من 303 وحدة من وحدات الرعاية الأساسية أو مراكز طب الأسرة، متوزعين على 27 فحص. متوفرة يعني في هذه الأماكن، في الأماكن الخاصة بطب الأسرة بس؟ في أكثر من، وتم الإعلان عنها من خلال الموقع وصفحات الوزارة، وكمان يمكن من خلال الاتصال بالخط الساخن 13 55 13 معرفه اقرب مكان للمتواجد فيه الراغبين على الزواج. طيب دكتور حسام، ايه هي الاجراءات اللي لازم كل او اي اثنين مقبلين على الزواج يعملوها؟ هو مفيش اكثر من انه هيروح يعمل الكشف الطبي بالنسبه لنا كوزاره الصحه في هذه المبادره، انه بيروح يكشف عشان يعمل الكشف الطبي، والشهاده الخاصه بالكشف الطبي ده اجراء اساسي لتوثيق الزواج زي بطاقه التعريف الشخصيه او بطاقه الرقم القومي. هي بس اللي احنا عايزين نوضحه بشكل واضح انه الكشف الطبي كان شرطا لتوثيق الزواج من 2008. ما استحدثته مبادره السيد رئيس الجمهوريه هي اضافه تحاليل وفحوصات مرتبطه بالحاله الصحيه للمقبلين على الزواج اكثر مما كان سابقا. يعني كما كان سابقا هو كشف كلينيكي ظاهري، لكن الحقيقة أن هناك الكثير من الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية المستقبلية وتؤثر على الأطفال، مرض نقص المناعة المكتسب، الثلاسيميا كأحد الأمراض الوراثية، السكر، الفيروس سي، فيروس بي، هذه الفحوصات تم إضافتها إلى الكشف الذي كان مقررا منذ عام 2008. طب دكتور، يعني هنفترض لو نزلنا شوية الجنوب جنوبا، يعني في محافظات الصعيد وأزواج الأقارب، حضرتك أكيد تعرف أكتر مني هناك عامل إزاي، واتنين راحوا كشفوا والاتنين دول أثبتت التحاليل أنه ممكن يخلفوا أولاد مشوهين علشان الأمراض الجينية، هل الموضوع بيبقى اختياري ولا لو راحوا للمأذون المأذون هيقول لهم لا مش هينفع تتجوزوا؟ لا، أما نتيجة الفحص ليست شرطا في إتمام الزواج، الفحص هو اللي شرط، وبالتالي أنا بختاره، أنا بقول له أنا بخلي مسؤوليتي يعني. ما كانت نتيجة الفحص. أيوه. فمن اختيار الإتمام الزواج من عدمه هو اختيار المقبلين على الزواج. إحنا دورنا كدولة هو الفحص والتوعية وتوفير العلاج والإخبار بالوضع الصحي للمصاب. مش لحد تاني. عشان بس كان في إشاعات كتيرة يا فندم طلعت إنه في حال وجود خلل جيني الدولة هتقوم بمنع هذه الزيجة، لكن في الحقيقة ما لهاش علاقة. اطلاقا الدولة لا تتدخل في اختيارات الأشخاص، لكن الدولة كل ما تقوم به هو أن تكون اختيارات الأشخاص على بينة وتقدم الخدمة العلاجية أو العلاج، لأن الدولة حريصة على مواطنين أصحاء. حقيقي. كمان المواطنين يمكن عايزين يتاكدوا من سريه هذه الفحوصات، يعني ازاي نطمن المقبلين على هذه الاجراءات انه الفحوصات دي سريه؟ الفحوصات سريه ولا يتم الابلاغ الا للشخص صاحب الفحص. عظيم. يعني حتى احنا ما بنبلغش الطرف الاخر، فبنبلغ صاحب الفحص انه وضعك 1 2 3 4 وانت اليك القرار، ومن حقهم ان هم الاثنين، وده موجود في مراكز وحدات الرعايه الاساسيه، ان هم يتم تقديم خدمة المشورة الصحية لهم من خلال أطباء متخصصين داخل مراكز وحدات الرعاية الأساسية. طب ولضحت هذه الشائعات اللي اتكلمت عنها بس أنت دكتور، كم تبلغ قيمة هذه الفحوصات برضو بعد إشاعات كثيرة إن هي يعني مبالغ مالية كبيرة؟ الفحوصات كلها بتكلف 180 جنيه، الكشف الطبي 40 جنيه، احنا بنتكلم في 220 جنيه،
حضرتك واحد من الفحوصات ديت لو حب يعملها بشكل خاص ايوه ده هيكلف ضعفين الرقم صحيح يكلفه كل الفحوصات. ايه هي بقى كم تحليل يا دكتور؟ هي كم تحليل؟ بنتكلم في 9 انواع من التحاليل، فيروس سي، فيروس بي، المناعه المكتسب، السكر، الانتي ار اتش، الثلاثيه، الحاجات دي كلها. يعني الدوله لو كانت عايزه تكسب يا دكتور كانت كسبت اكتر. عايز تقول كده؟ الدوله مش بتكسب، الدوله بتتحمل الفارق كمان. هو بيدفع 180 جنيه في الوقت ان الفحوصات دي بتكلف ضعفين الرقم ده. الدوله بتتحمل من موازنه الدوله الفارق ما بين تكلفه هذه الفحوصات الحقيقيه وما بين ما يدفعه المقبل على الزواج. معلش انا قطعتك في الفحوصات، ممكن نقولهم مره ثانيه؟ انا قلت حضرتك قلت جزء واحد بس، هما كام واحد؟ احنا بنتكلم في 9 انواع من الفحوصات، هي التهاب الكبدي بي، التهاب الكبدي سي، الاتش اي في، السكر، الانتي ار اتش، فصيله الدم، مستوى الهيموجلوبين في الدم، انيميا البحر المتوسط، فقر الدم المنجلي. دي الفحوصات المعمليه، بالاضافه لان احنا بنكشف عن البادي ماس اندكس عشان السمنه وارتفاع ضغط الدم والكشف الظاهري والكشف النفسي. كل دي حضرتك الدوله بتتحمل فارق التكلفه وهو يساوي تقريبا ضعف المبلغ اللي بيدفعه المواطن. طيب الفحوصات دي يا دكتور تقريبا بتاخد كام يوم؟ الاعلى يعني احنا بنقول ان هو بيحصل على النتيجه خلال فتره 14 يوم كحد اقصى. حد اقصى. هايل. طب ولو حد كده يعني ايه زي ما بيقولوا من اصحابنا يعني ذكائهم متقد وقال لك انا عايز اروح اكشف على نفسي وراح عمل هذه الفحوصات وهو مش هيتجوز، بنعرف ازاي؟ هو حر يعملها ومش هيتجوز، دي حاجه تخصه، لكن هي الفكره بالنسبه لنا احنا ان احنا حريصين على ان تتم من خلال المراكز المعتمده لحاجتين، عشان نوجهه كمان لمراكز العلاج لا قدر الله، ولتوفير قاعده بيانات صحيه للمواطنين المصريين نقدر من خلالها رفع الوضع الصحي او تطوير الحاله الصحيه للمواطنين المصريين. انا كدوله بحاول اني اقدم خدمات الرعايه الصحيه وفق الواقع، عندي قد ايه ناس مصابين باي نوع من انواع الامراض، وبالتالي بوجه جهودي وانفاقي نحو تحسين الحاله الصحيه، لانه في النهايه الهدف الاسمى للدوله المصريه صحيح. هو الوصول الى حياه كريمه للمواطنين، حياه كريمه من الناحيه الصحيه، الاجتماعيه، الماديه، العلميه. متهيألي يا دكتور يعني كمان مش من العدل ابدا انه لو حد عارف بمرض معين فيه معدي انه يتجوز وينقل المرض ده لحد تاني من غير يعني ما الحد ده يكون يعني عارف. يعني اعتقد انه المصاب بالاتش اي بي او الفيروس سي او من العداله ان هو يطلع الطرف الاخر على وضعه الصحي اكيد، عشان يبقى اختيار مبني على علم ويقين وما يبقاش مبني على نوع من الغش على قدر الله التدليل. هل بيتم عمل جلسات مشهوره قبل الفحوصات يا فندم؟ بيتم عمل جلسات مشهوره اثناء عمل الفحوصات وبعد النتائج كمان. طب يا دكتور وبالنسبه زي ما قلت لحضرتك الزواج الاقارب، هل بتطلع نتائج ممكن تقول ان انتوا يا جماعه ممكن تخلفوا طفل مشوه ولا ده مش محطوط ضمن الحاجات اللي معانا؟ لا، الفحص الجيني الوراثي واحده من الفحوصات. وبالتالي ده ما حاصل فيه سواء في الاقارب وغيرهم. هو صحيح انه نسبه احتماليه الاصابه بالامراض الوراثيه في زواج الاقارب اعلى، لكن نحن لا نستثني الاقارب من غيرهم، احنا بنتكلم على فحص جيني لكل المقبلين على الجواز من المصريين وغيرهم. ايوه. وبنقدم المشوره الصحيه والاحاله العلاجيه التي تثبت اصابتهم باي نوع من انواع الامراض. كل الشكر ليك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا ليك يا فندم. خلينا مشاهدينا الكرام نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر.